السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بالنص المسترسل بين أزقة ودروب الملاح، إذا مرجع المنير في اللغة العربية للسنة الرابعة دراسة الجزء الثاني. إذا هذا الفيديو خاص بالجزء الثاني. أولا سنقرأ الجزء الثاني الخاص بهذا النص المسترسل، ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذا الجزء. وتشير سوزان إلى أن أحياء الملاح كانت تضم أهم الأسواق والأنشطة التجارية التي برع فيها اليهود، كصياغة المجوهرات وبيعها، ونسج الصوف، وتجارة الشاي. وتحكي أبطار التي استقرت رفقة والديها في حي الملاح سنة 1944 قادمين من منطقة درعة جنوبا، أن الحي كان يضم اليهود والمسلمين المغاربة الذين تعايشوا في جو يسوده احترام عادات وتقاليد بعضهم بعضا. ورغم أن أسرة أبيطارة غادرت الملاح فإنها لم تغادر المغرب، لتظل علاقتها بالملاح وبالأسر المسلمة في الحي مستمرة ووثيقة، فهي تزور باستمرار أخاها من الرضاعة وهو مسلم. إذا هذا هو الجزء الثاني. إذا سنجيب عن أسئلة الجزء الثاني. أولا نبدأ بعنوان الجزء الثاني، إذا علاقة قوية. إذا عنوان الجزء الثاني هو علاقة قوية. أكون خريطة كلمة بيع. إذا بيع نوعها اسم، اسم مرادفها البيع أو العرض، بيع خدمة أو عرض، عرض خدمة أو شيء مقابل ثمن بطبيعة الحال عرض. ضدها شراء، ضد البيع الشراء، شراء أو اقتناء، اقتناء اقتنيت يعني اشتريت، اقتناء اقتناء بعت ذلك الشيء يعني عرضته وأخذت ثمنا إذا مقابل ذلك الشيء أو تلك الخدمة. تركيبها في جملة مفيدة. إذا امتهن المغاربة اليهود. إذا البيع، والشراء مثلا، والشراء والمتاجرة، في الحلي والمجوهرات، السؤال الموالي: أذكر سبب الحركية والنشاط في الملاح. إذا بالنسبة لحركية هذه الأسواق بطبيعة الحال تعود للأنشطة التجارية التي تعرفها هذه الأسواق الحركية. إذا بسبب، إذا يمكن أن نقول الحركية والنشاط في الملاح بسبب الأنشطة التجارية، المختلفة المتواجدة به، انطلاقا من الفقرة أحدد الأماكن التي عاشت فيها أسرة سوزان. إذا بطبيعة الحال عاشت في الملاح وعاشت كذلك في منطقة درعا. إذا قدمت من منطقة درعا جنوبا، ثم بعد ذلك غادرت الملاح لكنها لم تغادر المغرب، يعني بقيت مستقرة في المغرب رفقة أسرتها، لكنها يعني قطنت وسكنت بحي الملاح مدة معينة من الزمن بعدما أن كانت تسكن في منطقة درعا جنوبا. أستخرج من الفقرة أسباب زيارة سوزان للملاح. بطبيعة الحال فهي تزور يعني الملاح بسبب علاقتها بالأسر المسلمة، إذا علاقتها الوثيقة، إذا الأسرة لا زالت تربط علاقات وثيقة بالأسر المسلمة
علاقتها الوثيقة بالأسر المسلمة التي عاشت رفقتها بحي الملاح. ألخص الجزء المقروء شفهيا في 3 أو 4 جمل. إذن يمكن أن نقول: عاشت أسرة سوزان في الملاح مدة من الزمن ربطت فيها علاقات وثيقة مع الأسر المسلمة والتي لا تزال، إذن هذه الروابط لا تزال، هذه العلاقات لا تزال قائمة إلى الآن رغم مغادرة الحي. يعني هذه الأسرة رغم أن غادرت الحي بقيت تزور الأسر المسلمة التي لا زالت تعيش في الحي. أستخلص من الفقرة القيم التي تتضمنها. إذن بالنسبة للقيم، إذن لدينا قيم السلم، الأمن، التعايش بين الأديان، التعايش، التسامح. إذن التعايش والتسامح، أركز على التعايش والتسامح، إذن مهمين جدا. إذن حي الملاح ربط بين أسر من أصل يهودي أو أسر يهودية وأسر مسلمة، لكن الحي كان يعرف أنشطة تجارية بين اليهود وبين المسلمين في جو من التعايش والتسامح. إذن أتقمص شخصية سوزان وأتحدث عن حبها للملاح وأهله. إذن يمكن أن نقول مثلا: أنا اسمي سوزان، عشت في حي الملاح مدة زمنية معينة، خلالها ربطت أسرتي علاقات وثيقة مع الأسر المسلمة، لا زالت هذه العلاقات مستمرة إلى الحين، لا زالت أسرتي تزور هذه الأسر وتطمئن على أحوالها رغم أن أسرتي غادرت الحي ولم تعد تقطن بهذا الحي. إذن يمكن أن يعني أن نتحدث إذن بلسان سوزان ونتحدث عن حي الملاح وعن العلاقات التي جمعت بين المسلمين واليهود المغاربة بهذا الحي، والتي كانت تربطهم علاقات تجارية، علاقات إنسانية، بيع وشراء إلى آخره. إذن نهاية الفيديو، موعدنا يتجدد إن شاء الله في دراسة الحصة الثالثة، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.